تجاهل وليد سليمان نجم الأهلي المصري الأنباء التي انتشرت حول اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، وعبر سليمان عن سعادته بالتتويج باللقب رقم 20 منذ انضمامه للأهلي في صيف 2011 بجانب حصد لقب السوبر الأفريقي الثالث في مسيرته. ولم يشارك وليد سليمان في فوز الأهلي على نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-2 مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، فقال سليمان عبر قناة ناديه: شرف لي أن أكون متواجدا في الأهلي، وحققت حلمي باللعب للفريق الأحمر الذي أشجعه منذ الصغر، وأتمنى الاستمرار معه لنهاية مسيرتي، وأشكر المسؤولين الذين دعموني على مر السنين التي قضيتها في الأهلي، والجمهور العريض الذي يدعمني. وأضاف: لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية ولديهم إنكار للذات بصورة كبيرة، وما زال أمامنا العديد من الألقاب لتحقيقها وإسعاد الجماهير. وامتدح الحاوي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مؤكدا أن ما فعله اللاعبون بتسليمه ميداليات التتويج بالسوبر الأفريقي أقل واجب في ظل مجهوده الكبير. فما رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.